السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تبارك الله عليكم الإخوان، تحياتي لكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل. بارك الله في الجميع، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيت عند واحد الإسباني ما كنعرفو ما كيعرفني صراحة، أول مرة كنجي لهاد البلاصة هادي لأن شديت واحد جوج كوريات في هاد المنطقة هادي قرب ديال بامبلونا، وبانت لي هاد الكوري ديال البقر، ودخلت عند البقر هنايا وقلت ندير لكم شي فيديو ان شاء الله بحول الله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب. شوفوا واحد اللعيبه اللي داير هنايا هوايا، باش كيروم لهم الماكله كيرومها لهم بهذا البنو هذا، رابطوا الكلاك، ها هي الكلاك، رابطوا هذا الكلاك هذه وكيبقى يدور ويقرب لهم في الماكله. انتم عارفين هنايا البقر كيبقاو يلوحوا ليه الماكله في الطريق، كيديروا هاد البلاصه ديال السيما كيكونوا فيها واحد 5 متر من كدوز الكلاك، وكيبقاو يسرحوا ليهم في الماكله هاك بالك. الماكله اللي كياكل هنايا الضراره كاينه موجوده مفرشه، والضره حتى هي يا مطحونه مدقدقاها الماكينه خضراء، هادشي اللي كيعطيهم في الماكله. هاد الماكله هادي من احسن الماكله بالنسبه للبقر. هاي 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 حتى الشي هادي كي دارت الماكله لاحتها كاع. انت اش كديري؟ تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب. البقر الهولندي تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على الحبيب. وهنايا كاع اللي كيتعاطاو البقر راه كيكونوا عندهم الاراضي ديالهم خاصات ليهم، باش كيحاولوا يديروا العلف ديالهم الروسهم، لان البقر كياكل بزاف ماشي بحال الغنم. الصراحه اللي بغى يدخل لهذا المشروع ديال البقر خاصو يكونوا عنده الاراضي ديالو راسو، ماشي يعتمد على العلف يشري الاعلاف من 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 عند الشركات. كاع اللي داخل هذا البقر بحال هكا ويشري الاعلاف من عند الشركات راه كيكون خاسر في المشروع ديالو. البقر كيبغي الانسان يدخل ويكون عنده الاراضي فين يزرع ويحصد ويخمر الماكله البقر ديالو، لان البقر ما كيزقاش من الماكله تبارك الله، كياكل بزاف، كيعطي الحليب تبارك الله ما شاء الله. راه البقره كتعطي 40 لتر و 50 لتر في النهار ما بين الصباح والعشيه، ولكن راه كتاكل. والماء الماء تبارك الله، راه البقره كاين اللي كتشرب 150 160 لتر في النهار، والماكله راكم عارفين البقره ما كيزقاش من الماكله تبارك الله، ملي كتشبع من الماكله كتمشي للماء، الماء راكم عارفين عاوتاني هنايا غير داك الشيء الاوتوماتيك. بحال هذه اللي معلمها راه مضروب ليها الضرع ديالها، عندها الحليب خاسر كتعلم، وكاين البقر صغير تبارك الله بحال هذه، راه صغيره هذه. ها انتم شوف هي اش كديري، كتنقي في نيفها، نقي في النيف ديالها. هاد السيتيرنا اللي هنايا هي فاش كيهزوا هذاك الزبل ديال البقر باش كيشتوه في البلاد، ها هو كيتجمع هنايا، هذه راه ضايا هنايا مجموع فيها هذاك الزبل ديال البقر، وكي هذيك السيتيرنا كتجرب الموتور. هذه راه غارقه، هذه راه تكون فيها واحد 6 متر ولا 7 متر ديال الغرق، راه عامره دروك هيا. هذيك السيتيرنا كتمص من هنايا كتدخل راه الدخله ديالها، وكيمشيو يلوحوا هذا الشيء في البلادات على حساب باش راكم عارفين الزبل ديال البقر وديال الغنم راه مزيان مزيان للبلاد ناتورال. كولي يا خويتي كولي. نمرة 936، نمرة 23، نمرة 925، كل بقرة نمرة 112، كل بقرة وعندها النمرة ديالها 930، 101، 126، يمكن ما تجاوز عنده هنايا 1000 رأس والله أعلم ديال البقر، لأن كاين هنايا البقر وكاين البقر اللي هي في الجهة الأخرى. ديال الكلاك باش كيدفع عليهم الألف. السي البقر هذه اللي مختلفه عليهم، هذه واقيله بلجيكيه هذه. ايش طاش كير راساسون، ايش طاش بلانكاس سون فريسوناس. ها هو طلع باش يدفع عليهم الماكله،
صراحه هذه العمليه ديال الرويده زوينه. راه ما كنعرفو ما كيعرفني هذا الاخوان، اول مره كنوقف عنده في هذا الكوري هذا، غير بان لي الكوري وانا ندوز هنايا دخلت. صافي يدفع عليهم قبيله دابا باغي يمشي يدخل القروه، يدخل هذاك الكلاك. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا. التسقاي اتي كتشتي في الماكله، راجل كبير في السن هذا، غتكون عنده هذاك 75 ولا 76، خاصو يكون شاد لانتريت، ولكن هادشي كامل في الاسم ديال الولد ديالو، كان هو يديره هوايا ودابا دارو في الاسم ديال ولده. بصح راه مقابل، قال لي ولدي راه مشى كيجي كيخدم النهار كامل ودابا راه مشى في حالاته، وهو راه كيبقى هنايا حتى كيسد. وعندهم الارض زينه هنا تبارك الله، الارض كامله مخضره ما شاء الله. احنا يا صراحة عندنا الجفاف في المنطقة ديالنا فين كنسكنوا، ما بعيدش من هنايا، احنا بعد من هنا بواحد 100 كيلومتر، بصح عندنا الوقت جافة. هنايا عندهم الوقت زينة، بعد الأرض زينة. ها واحد البقرة جاية هي حمراء. سبحان الله العظيم. شوفوا العروق ديال الحليب. زوينة هاد البقرة هاذ، هادي النمرة 600 و تيزكاي، خلنا نشوفوك 600 وشي حاجة. هادي وهادي خواتات، هادي 822، هادي 810، هاديك 805، واقفين حدا بعضياتهم سبحان الله العظيم. وما عطاش نوم شجاب، ما قدش يمشي على رجله. ها هو دابا بغى يدفع ليهم الماكلة. عجبتني الفكره الصراحه، رويده اولور ما تمايا. هاي شوفوا شوفوا شوف، ها هو كيدفع لهم الماكله. الله يلا عجيب صافي. صافي سالا، ها هو دفع لهم الماكلة من جديد. آرك القص، كونوا كونوا واشربوا هنيئا لكم.